أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كتاب الشهادات، ما الفرق بين التحمل والشهادة؟ التحمل والأذى أن تدعى إلى شهادة على العقد، تدعى إلى شهادة على عقد نكاح على عقد، هذا التحمل. وأما الأداء فهذا عند القصد، هذا حصل خصومة ودعوك لأداء الشهادة في تحملتها فإني فيه، ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا. قالوا هذا يشمل تحمل الأداء، إن الشاهد لا يأبى إذا دعي أن يتحمل وإذا دعي أن يؤدي، لأن في هذا حفظا للحقوق.